على الموضوع هذا بدي احكي شغله كثير مهمه بمجتمعناهم بلبنان. بينجح ابنه بالبكالوريا بصير ابنه هون عنده عزا ما بكفي واحد مي طيب بيطهر ابنه بعمد بنته طب وهري معلش هذا الشيء عم يأذي غيره عم تطلع عزازة بس تنزل عم تنزل سرعة ضرب عشرة عم تصل على سيارة عم تبخشها كيف زعجت عبني آدم رجائي وتمنياتي لكل الشباب لكل الناس اللي بيستعملوا هالطريقة بالفرع هذا مش طريقة للفرع عشان يكفي فرحته بابنه وببنته باللي مبسوط فيه هذه بلاها هذا رجاء من خيكم أبو وديع بتمنى هيك يصير مجتمعنا في البيت يا عمر يا عمر